ازيكم يا بنات، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا الف خير. النهارده انا في فيديو جديد معاكم، والنهارده خارجه انا وجوزي بقى، فقلت اما اصور لكم بقى كده ايه الخروجه بتاعتنا. احنا مش خارجين يعني نتفسح وكده، يعني كنت خارجين نشتري حاجات، فقلت اما اصور لكم بقى بالمره. احنا دلوقتي في دمياط عندنا، ف يعني قلت اما اصور لكم كده بقى من على البحر يعني كده. احنا دلوقتي هنا كده على البحر اهو، طبعا بس عشان احنا بالليل فمش حاجه مفيش حاجه باينه. دي حديقه عائشه عبد الرحمن، ده صوره كانت الفتاه الصغير بتاعها، طبعا ده يعني لسه يعني مش ظاهر قوي يعني. فالمهم يعني يا بنات شايفين يعني على الرغم ان الجو برد، بس ما شاء الله كل الناس خارجه اهي، يعني ناس كتير قوي خارجه. طبعا احنا بالليل فالاضاءه مش كويسه قوي يعني هنا، فقلت بقى ما اصور لكم. اللي هناك بعيد خالص ده الكوبري بتاع دمياط اللي هناك خالص ده، وطبعا ده جامع البحر، يعني اكيد الدمايطه كلهم عارفين الكلام ده. ده الجامع اهو زي ما انتم شايفين، وهنا كمان برضو المحلات شايفين ما شاء الله برضو عامله ازاي. طيب وده هنا كان امريكان اهو بتاع الايس كريم والجاتوه والحاجات دي كلها، ومحلات الهدوم. طبعا انا دلوقتي برضو هدخل جوه وهصور لكم بقى المحلات من جوه عامله ازاي، يعني هعمل لكم كده فلوج كده على المحلات على السريع كده من بره. وهنا كمان ده ميدان الساعه اهو زي ما انتم شايفين، كده عامله ازاي. يعني المنطقه دي اسمها منطقه البوسطه، يعني كل اللي في دمياط اكيد عارفين. فانا قلت اما اصور لكم كده يا بنات وانا واقفه كده بالليل. وده شارع الجلاء يا بنات، زي ما انتم شايفين كده جوزي واقف ورايا قاعد بيوريني الكلام، زي ما انتم شايفين كده مش قادره امسك نفسي من الضحك والله، قاعد يوريني اسامي الشوارع اساسا مش عارفه يعني. وهنا كمان برده فوق كده شايفين، كان نفسي قوي يا بنات والله اطلع اصور لكم من فوق. ده سي دور في مول بجد حلو جدا، بس طبعا لو صورناه بقى بالنهار هتكون دمياط كلها باينه اكتر من دلوقتي. بجد منظر البحر هنا عندنا بجد بيكون حلو قوي، ده منظر النيل كده من بعيد، شايفين يا بنات النيل عامل ازاي؟ بجد جميل قوي يعني ما شاء الله. طبعا النيل ده اخر حاجه خالص في مصب دمياط كلها، يعني من اثيوبيا لحد دمياط ده اخر حاجه خالص بقى في فرع النيل ما شاء الله يعني. فدلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا كمان دلوقتي هدخل المحلات وهصور لكم هناك بقى فلوج يعني كده حلو ان شاء الله كده، تشوفوا بقى المحلات من بره تبقى عامله ازاي. ودلوقتي كده يا بنات زي ما انتم شايفين دخلنا بقى على المحلات، فقلت اما اصور لكم برده. ده محل كده حاطط ترنجات رجال اهو، وهصور لكم برده كل اللي عنده. هنا برده ترنجات حريمي وحاجات اهي، لسه طبعا في حاجات معروضه صيفي. ودلوقتي كمان برده هندخل بقى على المحلات الثانيه واصور لكم برده الاجزاء الثانيه عامله ازاي. Thank you.
شوف الشارع جوه. بس هتكفى ايه؟ دي كمان كده حاجات اطفال زي ما انتم شايفين كده بقى يا بنات. في حاجات طبعا مكتوب عليها الاسعار وفي حاجات طبعا انا مصور لكم كل ده طبعا بقى ايه وانا ماشيه كده فلوجات يعني عشان تشوفوا كمان عندنا الحاجات عامله ازاي في المحلات. اقسم بالله Thank you.
عايزين نشوفه هيعملوا ايه. اقسم بالله. طيب.